هو محكمة دولة دولة خلنا نسا الدفاع اللي بقول ليه حتى درس وقولي تونتان هذا هو وخلنا هذه سنة محكمة وقعنك وقعت معك كيف انت أبوكاتي رحال النقو قد بدأ من بسوء إذي حدد بس سيسي إلا سيسي بس أحما هيني إنو إسكي سوحوشا جاي هذا حدد سيسي قد بدأ أكو إذي سيها أفر بغل شدد لي أفر إيه دور بغرتا إيه دالة بأن أفر بغل إيه أفر تنفقر لكو لغتا قد بدأ إيه دو حسك بدل ماجر قد بدأ حسك مبدل سيدا درست المحكمة دو أخلان هذا سنة سيد علي معلم باوود محكمة وحي كوا عقل دولتا ايضا وحكمة دولتا حفيسك حلالية وقودة غرب وشو جديه سوق الدين سيدة فاستقالك بغل كوي وطوان سيدة درتا ايضا اخرين تسلفة عود بيسو سؤالا محكمة كوي دي دولتا ايضا سدح سؤال سدح جواب المدهد بحيد دولتا اينا في الدنبيات كان قشاء اينا دين قلن اينا دوت شرعية كقبتو لابد الدنبقاء اينا دين قلن اينا دوت شرعية كقبتو قرينا بها هذا كاجل جواب ترى هدي لا بهذا سيدا درت هذا آيات أي محكمة دكوا أخرين دولتا حفيز كهلا ليه وجودة قرأ كوه محكمة دكوا الكبيرات دول أسوى بالدول آيات على فحص قدر كتبالات ميكو حير كهلك عقابة الصوماليات لنا هيساء أبي سنة سيد علي مع البداءو إلى الدلن حرس عثمان كل شيء حمر ديك مدق بركيلي نحر كقضى بدأ آيات آيات كوة دي كسعة سوى فحص قدر كا أثر بغل شد لي أثر للا أثر يقدر كا شد لي سجال فخردي سداء إحر كعقاب الصومالي ولا إيه بلغات ما هو سوى فحص قدر كا أثر بغل أثر تفخردي سكوبات إحر كعقاب الصومالي ولا لا أثر يقدر كا شد لي سجال فخردي سداء إحر كعقاب الصومالي ففهمت بالله إذا سلم سيد علي مع البداءو إيه كوبات سيد علي معلم داود وحا حفيزك حلاليه قد قرن كوكو أبينا يا أبيغا أو أه سيد علي معلم داود إلا تكو حد قدوبتين قضب كا أفر بغل صد مية أفر ولا لا أخي قضب كا صد مية سغال فخردي سدا إحير كا أقام الصوماليات سببتو أوحد سيد برير أه كد شيء مرحومات مين عبد العزيز محمد أبيغا أو سي أرحم براء باسين وكشري كوب البلاي كد مئة دب قبض سيسي سيدا ثم أبو قريتي دبكي أد قبض سيسي أبيكم مرحومة أد قبتي أيا هي تحاس كاغا وحاملة حلق أد فالكاس أرحان برهداء كلك عدي وحان لك بحثتي قبتي أو فالكو كبعي أي أهدي يقدشو ولا بحثتي قبل كاد القدود هل كاس نوعي كاسو قبتين عيدة أمانكا دولة فدرالكا صوماليا هي كوة ماموكا جلمدو وحد كوك عدي فعل أرحم براءة إسلام مركا نكو حسين قضبكا صد مئي سجال فقردي سداء إحيرك عقاب الصوماليات وآه سفتالها دنبقة أسلية تاريخ دقو دنبقة دعاي ونحي اللباتنك بشي كوبات لباكل أفري اللباتنك وحق وكدع المجالب المقدشو دار أهان دقمدة بركيلي وحق ربناكا قرنك الصوماليات هي إهلادة مرحومدة سيد علي معلم داود حفظك حلاليه بوده قرن كوحوك وشوه ديني إلا جيستي دي برارة إلا جيستي حاسكا جميل عبد العزيز محمد أبيبا أو شدال كوب البلاي كدبنا أدقبتي هدي سيد علي كوهها شام حبابده واحد متوسط دانتا قدم كان دل توقشا عيد متوسط دانتا سيد عبرتاد فالك المبسوء ديني إلى دي البرارة دي ستاي أدوك أي قبل الحاس تاقي قبل تاكي لأو دي متاي فالدنبيات كاس بيقوشو إيبو مكا شيء مثل مقلم مثل دوت شرعي وقتغرتها دوت شرعي كخبا أوكي إيه دلالات حفيزك هلاليه قبل قرأكو وحوك بيقوشو إيبو قدمك إيه دكو حسن قدمك أفر بغلي أفرت الفقيدي سكوبات ولا لا أخذ وطلب قصد من السجال فخردي سداء إحيرك أقام الصوماليات سببتها وحق ضاوع أبقي ستي إماد عبد الرساق محمد كدي مركي أدكو قبتي كقبتي نقطة بلحظة المهات أو أدخلوا هو يدي سكد شيء دب أدقلت سيسي
waxaana ku kacday ficil arxan darro ah isla markaana ay ka dhalanayso sifaalaha dambiga cusmeeya sida ku xusan qodobka 39 fakradii 3 ee xeerka aqalka Soomaaliyeed. Taariikhda dambigu dhacay waa 26-kii bisha koowaad 2024-ka waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Barkeenle waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed iyo ehelada marxuumad Miir Cabdicasiis Maxamed. Sayid Cali Eedda kale ee labaad ee xafiiska halaaliga guud ee qaranka ugu soo oogayay waa eedda ku xusan qodobka 404 fakradiisa koowaad ee xeerka aqalka Soomaaliyeed lala akhriyo qodobka 39 fakradii 3 oo ah inaad dhaawac u geysatay fudud Cimaad Cabdirasaaq Maxamed kaas oo ku gubtay ka gubtay lug. Dhaawacaas lagugu soo eedeeyay inaad geysatay Cimaad Cabdirasaaq Maxamed oo haddii lagugu helo qodobkan xafiiska xalaalinta kugu soo eedeeyay aada muddayso doonto xarig u dhexeeya 3 sano 3 beri ilaa iyo 3 sano faldimbiyeedkaas ma dashay mise ma gelin mise dood sharciyeed qabtaa. Dood sharci ayaa ka khibraa abukaad hay ifris